أرحب بضيفنا في الاستوديو صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني. أهلا بك معنا سيد صلاح. إذا ساعات ويلتئم هيكل العدل الدولية علنا أمام العالم، ستقول كلمتها في طلب جنوب أفريقيا الأخير، يعني وقف هذه الحرب على رفح، صحيح؟ يعني بداية مساء الخير لك صديقي العزيز ولجمهور المشاهدين، واسمح لنا أن نرسل بأسمى التحيات إلى أهلنا في داخل قطاع غزة الذين يعيشون فصول جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة والتي فشلت كل التدابير بما فيها تدابير محكمة العدل الدولية التي صدرت لثلاثة مرات مؤكدة على حماية الفلسطينيين من جريمة الإبادة الجماعية. تستمر فصول هذه الجريمة البشعة بل تتعمق وتتزايد في ظل نكبة يعيش الفلسطينيين وكارثة إنسانية أودت إلى مجاعة، ألم وجرائم وفضائع لا يتحملها أي بشر يعني لديه أي مشاعر إنسانية ومبادئ إنسانية. ومع ذلك هذه أدوات يجب استخدامها إلى جوار صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني وجهد أحرار العالم ومذكرة مدعي عام محكمة الجنايات الدولية والتطورات باعتراف دول العالم بدولة فلسطين كاملة العضوية واعتراف ثلاثة دول أوروبية وازنة بالقضية الفلسطينية. الآن رهان على المحكمة التي أعلنت أنها غدا ستصدر حكمها، وهناك ثلاث طلبات قدمها فريق الدفاع جنوب أفريقيا ومن انضمت إليه من دول، نحييها ونؤكد على أهمية دورها. المحكمة كان هناك تفسيرات ملتبسة، وقف العدوان حماية الفلسطينيين، الحماية أشمل من وقف العدوان، ومع ذلك المحكمة ستصدر. الآن نتحدث بالقانون. نعم نتحدث بالقانون قانونية. نعم فضل. تتحدث هناك ثلاث مطالب. المطلب الأول وقف الهجوم على مدينة رفح وانسحاب القوات الإسرائيلية من كل قطاع غزة. ثانيا ضمان تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وإدخال الفرق الإنسانية والسماح بتسهيل عملها وحتى الصحفيين ولجان تقصي الحقائق. الطلب الثالث هو أن تقدم إسرائيل تقريرا عن التزامها بقرار المحكمة خلال أسبوع. هذا متوقع، والآن الأصل أن هذا القرار واجب وملزم التنفيذ لإسرائيل أولا ولكل دول العالم التي عليها واجب إنفاذ هذا التدابير. دون مجلس الأمن؟ دون مجلس الأمن، ومجلس الأمن بده ينفذ ويده على رأسه، لأنه هذا فيش في هذا حكم محكمة، يعني أحكام المحكمة غير قابل للنقض أو للطعن أو لأي التباس. لا لا. وبالتالي المشكلة التي جرت في المرة السابقة دبلوماسيا طيب. أن الجزائر على أهمية ما تقوم به وهي دور مهم قامت فيه، تقدمت بمشروع قرار لوقف العدوان مستأنسا بقرار محكمة العدل وليس التدابير ذاتها. نحن نريد أن نذهب بالتدابير حتى تصبح الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما استخدمت حق النقض الفيتو تستخدمه خارج إطار الشرعية الدولية، أي لا يجوز لها وفق ميثاق الأمم المتحدة أو أي قاعدة من قواعد القانون استخدام حق النقض الفيتو طيب. هل يجوز لأحد أن يمتنع عن تنفيذ حكم محكمة؟ امتناع وجريمة، والجريمة تسبب يعني بالأصل في أي دولة من دول العالم أو أي قرار ما مفروض طيب. أن يفرض عليه عقوبات، ولكن المفارقة هنا والمعانقة كما قال يعني أحد القراصنة عندما قبض عليه الإسكندر المقدوني في إبان، يعني كان بقرصن على سفن اليونانية، فقال له يعني تفعل ذلك مع الإسكندر المقدوني؟ قال له من أنا أفعلها وبسفينة صغيرة، ولكن الفرق بيني وبينك أنك تفعلها بسطول، فأنت أصبحت أمبراطور وأنا أصبحت لصا. فلذلك الآن أغليب مفهوم القوة والقوة الغاشمة وما يعرف بشريعة الغابة الذي رفضته البشرية في عقلنة والسلوك الإنساني بضمان تقنينه عبر قوانين وطنية وقوانين دولية ارتضاها المجتمع الدولي بعد أن هال المجتمع الدولي فضائع ارتكبت في الحرب العالمية الأولى والثانية وغيرها من جرائم حدثت عبر التاريخ. لذلك هناك قواعد تحمي الفلسطينيين باعتبارهم فئات محمية ككل تحت الاحتلال وفق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة، وأيضا هناك قرارات دولية تحمي الفلسطينيين وتحمي حقهم في مقاومة الاحتلال. طيب أكثر من نقطة، بالقانون ثم سياسة. نعم. بالقانون دلوقتي العدل الدولية أمامها ملفان أمامها قضيتان أمران، أمر الجزائر الإبادة الجماعية صحيح هذا الجزائر مثلا؟ لم تقدم جنوب أفريقيا. جنوب أفريقيا نعم صحيح إبادة نعم. جماعية نعم. ثم جنوب أفريقيا وقف عملية رفح غدا ستصدر المحكمة قرارها في الإبادة الجماعية، هي أخذت تدابير على إسرائيل ألزمتها بتدابير، هل ستنظر في ذلك أم فقط على رفح غدا؟ كل الطلب المقدم من جنوب أفريقيا والذي جرى عليه المرافعة والذي جرى عليه الرد الإسرائيلي هو وقف الهجوم على مدينة رفح
وضمان حماية تأكيد على قرارات سابقة بحماية الفلسطينيين وانسحاب القوات الإسرائيلية من كل قطاع الإبادة الجماعية. نعم أي بوقف الإبادة الجماعية وحماية الفلسطينيين من الإبادة الجماعية. ستقول غدا كلمتها في الإبادة الجماعية طبعاً. إما أن تبرئ إسرائيل أو تدين إسرائيل. لن تبرئ إسرائيل يعني احتمالات سبق في التدابير، هذه تدابير احترازية. طيب التدابير الاحترازية تشي تماما أن المحكمة لديها أساس قناعة نعم. نعم وقناعة دفعها في اتخاذ هذه التدابير. طيب. هذه ليست نهاية المطاف في الدعوة، الدعوة قد تستمر سنوات، وهذه الدعوة في رأس مردها أن إسرائيل مسؤولة عن كل هذه الجرائم ومسؤولة عن تعويض السكان المدنيين. لماذا؟ لأن محكمة العدل الدولية محكمة دول وليست محكمة أفراد كما محكمة الجنايات الدولية. نعم. التي من المتوقع أن يصدر عن هيئته الابتدائية بناء على طلب المدعي العام إصدار مذكرات اعتقال بحق جالنت ونتنياهو. طيب مرة أخرى غدا إذن العدل الدولية ستقول كلمتها في كل ما تنظر به بخصوص إسرائيل وفلسطين. بخصوص بخصوص ما تمارس دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وبالذات في قطاع غزة. رائع. من جريمة الإبادة الجماعية. رائع. هذا الحكم بات نهائي. نعم هذه قرارات المحكمة العدل الدولية سواء كانت في تدابيرها الاحترازية أو في قراراتها النهائية هي أحكام باتة لا يجوز الطعن فيها، ليس لها درجة ثانية ولا لا يوجد ولا طيب يوجد. لماذا تقول لنا أن هذا الأمر سيستغرق مدة أطول إذن؟ في نقاش القضية ذاتها متن القضية، نحن عندما نذهب لمحكمة العدل الدولية نعم. وتصدر قرار، هناك نوعين من القرارات، قرار نهائي في الدعوة ذاتها وفي طلب التدابير الاحترازية. ما هي التدابير الاحترازية؟ أنا عندما أذهب لمحكمة العدل حتى وشبهها في داخل مصر أو في داخل أي دولة، أنا أطلب أحيانا وقف القرار من الجهة الإدارة أو من الجهات حتى أستطيع أن أحمي المواطن ما قبل اكتمال هذا العمل، ولذلك هذا نسميه تدابير مؤقتة احترازية احتياطية نعم. لمنع الانتهاك والإبادة الجماعية، وهي جزء منها. في محكمة العدل الدولية هناك وفق نص وميثاق المحكمة هناك ما يعرف بالتدابير الاحتياطية والتدابير الاحترازية، يطلبها المتقاضين أو أحد المتقاضين من أجل وقف انتهاك محدد أو جريمة نعم. محددة حتى لا تتسع. وهذا طيب. ما طلبته جنوب أفريقيا واستجابت له المحكمة طيب. واستجابت في 6 تدابير احترازية، وذكرك في 26/1 استجابت المحكمة نعم. قالت يجب حماية الفلسطينيين من جريمة الإبادة الجماعية، 2 يجب ضمان تدفق المساعدات الإنسانية نعم. يجب وقف إتلاف الأدلة، يجب ضمان حصول الفلسطينيين أو ضمان وصول فرق التحقيق الدولية وموظفي الأمم المتحدة، وأيضا ضمان مرور الصحفيين، إضافة إلى أنها ألزمت إسرائيل بتقديم تقرير خلال شهر من إنفاذ هذا القرار، وإسرائيل تقدمت بهذا التقرير الذي كذبت فيه كما تتنفس طيب. وبالتالي المحكمة ردت هذا التقرير واستجابت لطلب آخر قامت به جنوب أفريقيا يعني بشكل متواصل، وقالت أن تدابيرها كافية وأكدت على تدابيرها السابقة، ثم طلبا ثالثا أكدت فيه على حماية الفلسطينيين وضمان تدفق المساعدات الإنسانية ووقف استهداف الفرق الإنسانية والمساعدات الإنسانية طيب. لم تنفذ إسرائيل. الآن جنوب أفريقيا عندما استشعرت الخطر في أن رفح تتعرض إلى هجوم بري نعم. وخاصة مع إعلان قوات الاحتلال وفشل مسار التفاوض وبدء دخول رفح من الجهة الشرقية للمدينة، تقدمت جنوب أفريقيا مطالب المحكمة بأن التدابير السابقة لم تعد كافية في إيضاح المشهد وفي التعاطي مع سرعة التطورات نعم. التي تحدث في جريمة الإبادة الجماعية في داخل قطاع غزة، مطالبة المحكمة بتدابير إضافية احترازية في هذا المجال خاصة برفح، خاصة برفح وخاصة طيب. أيضا وشملت هذه التدابير إلى جوار التدابير السابقة مشهد تدفق المساعدات الإنسانية وضمان انسحاب القوات الإسرائيلية. طيب للمرة الأخيرة، إذن نحن أمام ملف واحد، قضية واحدة بأكثر من مسار فيه نعم. صحيح؟ نعم. طيب الآن أي محكمة تصدر قراراً باتاً نهائياً هذا هو دورها، ينتهي دورها الآن نعم. تحتاج إلى قوة تنفيذية لتنفيذ هذا القرار، من سينفذ قرار العدل الأصل الدولي؟ أن الدول والأطراف المتنازعة تلتزم بأحكام محكمة المحاكم أو محاكم، وإلا دون ذلك تصبح دول مارقة تتنكر لأحكام المحاكم وقواعد القانون الدولي، وهذا ما فعلته إسرائيل. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أن القوة التنفيذية المطلوبة في هذا الأمر مستويين، مستوى أول مجلس الأمن المناط به حفظ الأمن والسلم الدوليين، ومجلس الأمن تستخدم فيه الولايات المتحدة الأمريكية يعني حق النقض الفيتو لقطع الطريق على المجتمع الدولي، ولكن في حالة حكم المحكمة
لا يجوز لأي دولة مش بس الولايات المتحدة الأمريكية استخدام حق النقد الفيتو. النقطة الثانية، لا يجوز، لا يجوز أم ليس لدينا سابقة؟ لا يوجد سابقة ولا يجوز أصلا، لا يوجد في ميثاق الأمم المتحدة. من سينفذ هذا الحكم؟ الآن الأصل أن الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها أن تتصرف منفردة ومجتمعة. طيب، في وقف جريمة الإبادة الجماعية الأمم المتحدة ما تتصرف؟ تفعل؟ نعم، الأمم المتحدة الأصل فيها أن تبدأ بإجراءات واتخاذ تدابير لضمان استخدام كل قوتها وثقلها. فإذا مجلس الأمن فشل تذهب إلى الجمعية العامة بصيغة متحدون من أجل السلام. طيب، تحصل على صلاحيات مجلس الأمن وتبدأ الدول، ولكن كل ذلك مرهون بالإرادة السياسية. الإرادة السياسية للدول، للدول الأعضاء المشكلة للجمعية العامة، الدائمين وغير الدائمين. عندما أذهب إلى الجمعية العامة أنا أذهب إلى كل المجتمع الدولي، إلى كل الدول الأطراف. نعم، وبالتالي تستطيع دولة منفردة أن تضع، أن تستخدم الضربات العسكرية في مواجهة إسرائيل، أن تحضر الطيران، تستطيع أن تتخذ كل التدابير والقانون الدولي يحميها، سواء منفردة أو مجتمعة أو في كل ما يتعلق فيه. المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية تفعل ما تشاء. الولايات المتحدة الأمريكية بلطجة، تمارس بلطجة على العالم وتمارس مروق. ولكن هناك سيناريو يعني قد نكتشفه، هذا السيناريو كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية في تمرير مشروع القرار المتعلق بوقف إطلاق نار إنساني في رمضان، والذي أيضا لم تحترمه إسرائيل. وبالتالي نحن عندما نذهب إلى مجلس الأمن قد نكون أمام سيناريو أن الولايات المتحدة الأمريكية تمرر مشروع القرار بالامتناع عن التصويت أو استخدام حق النقد الفيتو، وبالتالي يصبح مجلس الأمن ينفذ هذا الأمر. المشكلة الحقيقية في غياب إرادة الدول، الصين، روسيا إلى آخره. وأذكر الجميع أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى بدون مجلس الأمن وبدون الأمم المتحدة ذهبت إلى ضرب دول مختلفة في العالم وإنفاذ ما تراه مناسبا خارج تركيبة الأمم المتحدة. العقوبات التي حدثت بحق روسيا كلها لم تتم بقرار من الجمعية العامة. لذلك بهذا المستوى نحن إذا أردنا وقف شريعة الغاب علينا أن نتحرك في هذا المجال، والدول الأطراف عليها واجب في هذا المجال. هناك خوف، هناك خشية من الاصطدام بالسياسات الاستعمارية الإمبريالية من بعض الدول. هذا نعم، هذا ما يحدث. هناك غياب في الإرادة السياسية، نعم، هذا الضعف العربي، الضعف الإسلامي، نعم، الضعف من دول العالم. إنما يكفي أن يذكر التاريخ أن العدل الدولية أدانت إسرائيل وقالت إنها أقدمت على إبادة جماعية وعلى العالم أن يتحرك، ولم يتحرك أحد. هذا ما تقول؟ نعم، ليس طيب. ذلك، لكن كمان من المهم تأثير قرار محكمة العدل الدولية بهذا المستوى وحده كفيل بتنمية حركة المقاطعة لإسرائيل وفرض العقوبات، وكفيل بتنمية حركة التضامن التي تستند إلى معيار قانوني لا جوار المعيار الأخلاقي في مساندة الشعب الفلسطيني. لهذا خاص بالحكومات، وهذه التدابير طبعا لا ليس بالحكومات، بالحكومات الشعوب أيضاً خلاص، الشعوب وبالشعوب والشعوب وحتى بالحكومات لاحقا. لن تجرؤ الدول على تقديم، يعني على الأقل ستبدأ تحد تدريجيا من عمليات تصدير السلاح والدعم الدائم لإسرائيل، لأنه خشية من الشراكة معها ودفع هذا الثمن. طيب، الدول تكون قوية لحظات وضعيفة في لحظات أخرى، وبالتالي الضحايا سيقتصون طيب في يوم ما من هذه طيب الدول إذا لم تلتزم باحترام قواعد القانون الدولي. بنعم أم بلا، حتى نتثبت يعني المعلومة، قرار العدل الدولية يستطيع الفيتو الأمريكي أن يوقف تنفيذه؟ نعم. طيب، في هذه بس ولكنه في هذه غير قانوني، يعني بمعنى منع اتخاذ اجراءات او تدابير. نعم، لا اتحدث عن قانون هنا بقى، انا هنا سياسة. اتحدث عن نظام سياسة عالمي فرض على الجميع من المنتصرين حقيقه يعني. نعم، حتى لم يرتضيه العالم، فرض على الجميع بالمنتصرين. نعم، فرض الخمسه الدائمي مثلا يعني، صحيح. نعم، طيب، انما في حاله الفيتو هنا يحق للجميع العامه اي مسار؟ ان تذهب الدوله المتضرره إلى طلب جلسة استثنائية بصيغة متحدون من أجل السلام، ولكننا لسنا دائما نحتاج كل مرة إلى كما ذهبنا في نعم التصويت على عضوية الدولة الكاملة. نعم، ونحن نحتاج إلى باكج أننا نريد مسار دولي يطالب بحماية دولية، تطبيق قرارات الأمم المتحدة، تشكيل محكمة خاصة إلى جوار. طيب، أيضا إنفاذ قرارات الأمم المتحدة، وهذا يستدعي قرار من الجمعية العامة بأن تأخذ صلاحياتها. الآن أخذ هذه الصلاحيات كيف يتم؟ بالاستناد للدول. هناك قرار في الجمعية العامة بضرورة مساندة حركات التحرر وتصفية طيب الاستعمار بالمال وبالسلاح وبكل شيء. عارف سيادتك في مجلس الأمن وفي الجمعية العامة، يعني كل الأطراف تقريبا، كل العالم تقريبا ينادوا يعني بعدالة النظر والتعامل مع القضية دون ذكر للولايات المتحدة. يعني حتى فكرة الذكر لاسم البلد ربما يعني يتحسبون له. إنما على أي حال، سؤال الأخير لحضرتك الآن، يكفينا ما بأيدينا كما يقال، بأيدينا الآن لأول مرة
تدان إسرائيل في العدل الدولية لأول مرة، تلاحق إسرائيل بقادتها من الجنائية الدولية لأول مرة، تصاغ أدلة الاتهام على الهواء، وكأن كريم خان يريد أن يقول للعالم قمت بما علي، يعني برأ نفسه. ما هي التبعات لما حدث ويحدث حتى الآن على مستوى القضاء العالمي بالنسبة لإسرائيل؟ تسونامي قضائي وقانوني، وهذا سيهز أركان دولة الاحتلال الإسرائيلي وسيزيد من عزلتها، وربما لا ينفذ هذا القرار سريعا ويمتنع نتنياهو وجلنت، وإن كان هذا القرار ناقصا لأنه يحتاج إلى استكمال في ضمان شمول مذكرات الاعتقال لكل المسؤولين السياسيين والعسكريين. وإن كان كريم خان يعني من البداية إحنا يعني لدينا ليس لدينا ثقة كاملة في هذا الرجل، لأنه قدم لمهمة التسويق والمماطلة وجامل إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني، ذهب إلى إسرائيل واستهدف المقاومة، رغم أن خطأ إجرائي واحد نقوله للسيد كريم أن المحكمة مسؤوليتها على الجرائم التي تقع في الأراضي 67 وليس أراضي أخرى، أراضي المحتلة في عام 48، ولذلك كل ما أطلقوا بحق المقاومة الفلسطينية لا أساس قانوني له. وثم انتهى تتكشف سويتش بريس وغيرها من التقارير تشير إلى كذب كل هذه الرواية الإسرائيلية، وبالتالي لم يفتح المدعي العام تحقيقا في هذا الأمر. كما أن المدعي العام لماذا لم يفتح تحقيقا أو يشمل تحقيقه كل الجرائم المدعى فيها منذ عام 2014 منذ الولاية الزمنية التي قررت فيها فلسطين أن تمتد ولاية المحكمة إليها. ولذلك أيا ما كان، ومع ذلك هذا تطور مهم أن تبدأ بمساءلة إسرائيل، أن يطال الأمر قادتها، وأن يشمل كما نعلم الآن ونعمل إلى جوار طاقم المحكمة أن هناك مذكرات سرية ستطال مئات إن لم يكن آلاف من المسؤولين والجنود الإسرائيليين. مذكرات سرية؟ طبعا، بمعنى في أقل من دقيقة. طبعا هذه المذكرات السرية من حق المحكمة إصدار مذكرات بحق عدد من المسؤولين، المسؤولين عن ارتكاب جرائم إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان، وهي الاختصاص النوعي لمحكمة الجنايات الدولية. وهناك أيضا ملاحقة لقادة الاحتلال وشركائه، لأن هذا الأمر طول الأمريكان شاركوا في السلاح، وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، كل هذه الدول التي شاركت في قتل المدنيين الفلسطينيين وفي ارتكاب هذه الجريمة يجب أن تطالهم يد العدالة. الآن سياسيا هذا الصراع يدور على ميزان قوة وليس حق وباطل، نعم، ولكن هذه جرائم لا تسقط الدعاوى المدنية والجنائية الناجمة عنها بالتقادم. لذلك من المهم محاصرة كل شركاء والداعمين لدولة الاحتلال الإسرائيلي في احتلالها وعدوانها وارتكاب هذه الجرائم، ومن المهم أيضا ضمان تنامي حركة التضامن والتضامن الدولي مع نضال الشعب الفلسطيني حتى نستطيع أن نوقف هذا العدوان الإسرائيلي، وأيضا أن نضمن توفير الحماية حتى بحدها الشعبي للفلسطيني. أشكرك سيد صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، شكرا جزيلا. شكرا لك.